عمي من المرضى كلها دي جاتا مرضى صحة خطر يجا تطيبات وشي تنيك العيدة مرضى قوينة ونسمع في بيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرضى وإلى هيبا مهند ما كلا غلط أنا يمو أنا غير تسوق اليوم بينا واحد ما تكال دينا واشي هيك العيدة عوش اللي ما تكال دينا نقود دم بينا دون دام دينا الحمد لله يدول دوحة بسعوكس وقلت انت أشعر يقامنا من الحياة الوزنة هذه حياة كاية وانا تغير لك شبيين واحد يقول لها يجريس واحد كلا أنا بقول لدي أحام ما يقول لي الحيل كقادني أنا تستاذ كقادني ما شبينا وحوش غيني يا سيشتر أدخل أنا بقول لما كنت تفضل لي بلا راي أنا قرأ أول دولي أنا قرأ نشبني ذي بيا وقرأنا اللي قلت لي أول وصف جوفي وأحوه أنا قلت لي حيران تبوسه أوجين وحنا ما شفوا هي وين كان ده فايس كل مضي مسألة هنا يا زين في مجال يا اللي هو شرعي هالشيء شرع ترى مش شرعي هذه شرع يصير دلوق في وين عمر السلطة نن كم عفوا وعفوا سبحان الله شرعي يا كذا ما يصير كذا يا اللي بدينا كذا يا فرنا كذا يا شرعي عفوا منه يقولوا هذا شرعي عفوا حسنا ليش الله قال الله هو يوحي كي ما عندنا كاس يقول لك مسلم الله مسلم كذا بقول هذا هنا قام بيج بيجي من بدني هذين نروح هاي سواج بيجي من بدني وحوى يوحي كي ما عندنا يقول لك مسلم ولا يسوع يا ما فكرت ما نفعت كذا بس نشيل زاي ثوبهم هذا من يوحي كي لا يرجع ما كا هذا اللي ما هو بدني ويكون عندنا دونا حوي وحنا اللي يقول لك ورد ورد شقي قال في السوق أكل دي سوق جش هل تجيب يش 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 قال يا قال تجيب لي سبعة دش حاوس وانا قصة حير في النام كأي لا يسمع سواء كان لو أنا عارف بس ما يصير نسمع حير كأي يسمع يقول ده سمع لو بس فاكي أنت لو بقدر كاسة بقدر منا كاهي اللي تجيبني يقول ده 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 وحيلي يا نبايوي ويا ابوي مدينه ويا بيا فيه وحيا ابوي ضد مدن صار دغ لك بابا نسوا يا ابوي وحيا يا ابوي انا عروسي سوق قوي وكل زي ما يا ابوي وحيا يا ابوي دغ وحا سعيك اسميس هي شطيه كلو بدن او كان دغ كوديه يا سيدي ما دغ لك الله يقول ايه هذانا كسر افسنس وحيا يا ابوي ما كان هذا ما ايش بجد لك الحين وأنا دوني وأنا كيلا خريج وأنا دوني مستل سلا بري كسر سلا خلا الله يبلا و وحصلوني من المدير كسر على ليد اللي بوهي وإن شاء الله ما شرقي قوانين الله ما رجع قول شرقي بتدور له بس ما لي نشاليت بس ما لي ولا كذا كم نشاليت كذا أنا هاي دوني ما كذا حياك بلا قلت حياك بلا إن الله تعالى مثل مسماس بيا مسماس بقى مثل كفاية واحد جرى برا سابو حرم كشف جرى معاون أو جرى ولا بدو إيدي أجر سميان بدو حرم لا سريع ما ذهب إلى تجار وحده أول واحد حف عظيم أول من هو أدنى كشف جرى بقى إيه يا أخي بقى هو أدنى وركس أفر بقرة من يوسف هو أدنى هو أدنى محلوق ولا من الدب هاي تاس تذكر مولى سبحان الله حيث ما تذكر الثمن يا وحالنا دولة الشرعية هي اللي تجيبين هي اللي تجيبين هقول لك الثمن أنا وهذا ما يبارونا في تبدأ الأرض أصي تذكر أنا قاعد أكون مسؤول أقول لك أصي أعطي لك فرد نيو والله حيث أنا أقول لك بابك من يأخذ قوة فرد عيامة بعوي كسولي تبدأ أنا قاعد أسمع تذكر وحن شغلنا هذه أي شغل من الوقت نقوم بها تين ولا أنا ولا هو سافر عمره من فوق الجيل ميس عشون على الجيل ميس وكذا من الجيل ميس تبدي الجيل ميس وحن حقولنا هاي حوي وشغلنا عن ضبط هاي سنة يحلى كاس بس أنا متعبين وحن لا يحلى كاس ولا تقول تحلى كاس تبدينا ولا حلى تبدي إذا إلا إن حق قد بيسأل على سواء ما نعلم لكن ما كان كان هذا خلاص صدق إيش اللي نوايو كان لهم
لا في دور سمح لنا شيء رجال رجال يعني ما كان هذا هو من يجيب حمص الأولية اللي ما نقول بدي منه المقاضية حمص الأولية يقول السلام عليكم وحويان اللي هو دور قمنا ولينا يا وحجري بورا مبري هنك تاعنا إيشيو أحد حساس هو ومقرد حجري بحجري خاصو كان درين بدن دركا كو كان دحيس حتى انتو دافر درين وعو كان عاد فضوا وعو رين دك لفتي في سكوري ما دك تقال في سكوري ما دك وعن طبعا هذا السبب وقد قلنا قلها تقان كان ماها عد السبب طوله دولد هو سنة ماها دولنا هير بورا من ماها لكن وحن سبب وقد قلنا عد آري قال 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 سيسي ودولد دحي او رسول سيارة دالي ما قلنا فهو يطلب الشرعي بكشقي أنا أقول لك قلت دقان وشرعي ديتنا أنا أنا أمسلنا يا وحن سوى صار ما إنه شرعي هذا أنا وافق سأني هذا هو وافق سأني يا شرعي قدو يقول حيارك يتستور قدوك هذا هو وافق سأني وحن سوى صار ما هو شرعي لكن شرعي قال واحد مدلل يسكين بتري وهي شرعي قعد باطا وقلت سميسا ومنترين قعد باي وعد باي إلهي سا هذا عندي إلى اللي يسكت له ده مشاكل بعدها. قل هذا قالكم ما يبي سكر هذي كلا سكر نطوط. بس هو عام ما يقول هو بيه قل هذا قالكم هو بيه حكومة دلوقتي. واحد برا ما كتير مش. واحد يسكت دينه واحد حير كذي اللي يسكت دينه. ده هي ده واحد جرق بس أنا وارد ما أشرع يا جاي. أنا بو ما الناس يدي ما يركب. أنتي بقولين ما أنا رأني، أنتي بقول الصدق اللي ما أنا رأني، حكومة الدحيح رجع قتني، حكومة الدحيح قتني، إيه ما كم عطيت رانو، لكن عدي عكيني سوى عدي وراقا صبر، عدي سيس تهرب بور ما يشعب يقول الدجان كما هو حاسس تهرب بيسال بيس، دولة ده بيس فرد ده سيس تهرب، حرا أنت لو كي وراق صبر، حرا أنت بصبر ناعسي. أنا جيب حسنة قايس كرا عمي أنا أبو حنا حسنين أنا بروسس كي شرعي هاي دولي قهما لكن وعوي هذا اللي الحين يشرعي هم با عدا اللي الحين يساوي هم بيشي بيس وحلانا أردتها سواء الحساسية إن بروبرم كي تصور قال سواء أنا ما أنت مبا أنا بدي أدري مبا اللي بتقلي يوبا عن كل شقين النهاية كل شقين سنة يا أنا بروح رأيك يا كلا تبين تكجدة ولا بتقلي نبت كليرة إلا إلى رياح في عنو بقراي وحلاه أنت هسوى ده حساس وعلى نص صدر يمين ويسير حجينا عشان يطلبون دقيقة أيوة حد معي أنت هل كاب قاعدي إنه كحلي شوف 15 minutes صورة قلنا ما عنو أعرف نمر كانوا يهني في الرئيس ذي نن ماشي قوام كسوق هذا اللي يجينا نوهين لكن وهم في الرئيس ذي أيام السجن وارد ريبور ما نعمل ده وهاي حلنا أنو معلين هاي حكومة ده يسون نقطة أريتها حل كي تواوح إن جوا ده حمارة يه دولة ده حل كي ده هك عدو أريتها ست دقايق هو قاعد أنا نقول لها شعب غريب ورمان وحلاه نبت قليل ده أنا لا شان هنا هذه نبت قليل ده إلا خد خل قليل ده مو إن جاي على الأول بين جاي على الجكي نبت قليل ده الله يلا يوم قبيل لما يشلو قل أنا بتشلتو وحنخش قيل وشعب أنا جاي حكومة ده حيس هنا شرعي أنا كرب حين واحد كل وجهه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الحين إذا عملنا يوم ميديا هي دوينا كلنا اللي جسنا هذا عم نقول السلام عليكم السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام رهانتي واحد بدل ما ماري كان كان الله يهدى لكم ماري صدق وين أول يا فراد ولا كلام ما وحن هذا الكلية لما أنت عن هل كان شركة جرا قد وقع بنينا عن سلالة هذا الكيو جدا بيجي أو أفرينا مدري بدد وينه هي فرينا مدري بدد وينه واحد كلين فرينا الدولة مدري لا يحوي
waxaad moodaa waxa ka soo baxaya xafiisyada dawladda inay dawladdu inay dhow dawladood kala tahay oo dawlad un ahayn. waxaan u daliishanaynaa hay-ad dawladda dhexe ka mid ah oo hay-adihii qaranku u xil saartay hawshii ugu muhiimsanayd ka mid ah oo hanti dhowrka loo xil saaray ayaa warqad soo qortay. arrin musuqmaasuq baa dawladda hoose ka jirtaa la yidhi oo halkaas maraya muxuu ahay maayinka degmada goorama xasaanadaha laga qaado xeeraalile iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xeer ilaalinta gobolka ay ku socoto. xeeraalintu warqad bay ku soo lifaaqday cabsi golaha ku socdo weeyaan. waxaa la leeyahay ka qaada xasaanada si sharciga muxuu abaarid loogu sameeyo oo ama waxa lagu haya ama waxaa lagu helo. goluhu waajibkiisii buu gutay xasaanadii buu ka qaaday. uma eeday in goluhu maayirka hantibuu cunay kuma soo eeday, si kale uma soo eeday, kursi jacaylna kuma soo eeday. arrin uu isagu leeyahay maayo, laakiin waajib dawladda dhexe soo saartay oo cid waliba haddii ilaa madaxweynaha haddii hay-addaasi ay soo dhigto madheeraha noocaasa nin waliba ku qasban yahay inay ahayd waxa xasaanada lagu kaga qaaday maayo. haddii taasi dhici weydana oo fal dembiyeed kale halkaa ka dhashana oo ama qofka eeddaas lagu soo eedeeyo baxsadana ciddii hawsha ahayd buu dembiga ay qabsan lahaa. waxayna ahayd cidda xasaanad ka qaadida leh ee laga codsanayo ee awoodda u leh waxa golaha deegaanka ah. golaha deegaankuna isagoo sharciga fulinaya wuxuu ka qaaday maayirkii hore xasaanadii buu ka qaaday. halkaa markay arrintu marayso ee waajibkaa tooskaa la maray ayaa warqad cararaysa wasaaradda arrimaha gudaha ka timid ee timid oo la leeyahay sharciga ma waafaqsano waxaas yimaysaa. maya annaga haddii sharci la garab maray ma annaga in lanagu socodsiiya bise hay-adihii warqadaha soo qoray in lagu socodsiiyo waxaas yimaysaa sharciga ma waafaqsanaba. ilaa hadda Hargeysa waxaa ka jira oon ognahay inay inana leedahay waxaasi sharci weeyaan inana maaha. waa imisa dawladood waxa weeyaan sharci darro haddii lagu tu sharciga lagu tutana cid walba way saameynaysa. cid dawladdaana u nugul in sharciga lagu tunto musuqmaasuqa haddii wax laga dalan waayana ta ugu nugul waa dawladda, waa cidda mas-uuliyadda ugu weyn saarata. annaga se degmadan boorama ayaan mas-uul ka nahay, baarlamaankeedii baanu nahay. halkan sharci xeer hoosaad iyo xeerka dawladda dhexe naga dhexeeya iyo ka dastuurka ee soomaaliland naga dhexeeyaba waanu ku shaqaynaa ugu joognaa. maayirka hore ee xilka ka qaadnay annagaa saarno oo gacanta u taagnay dawladdu ma saarin. taybka nagu haysatee kama qaadi kartiin ma saarin xilka annagaa saarnay, golaha deegaanka gacanta u taagnay. cabdiraxmaan sheekh cumar baan ka qaadnay oo iska socday markaan ka qaadnay ay kursiga cidimale ninna male nin iska joogi karaayna ma jiro. ninka fadhiistaayna sharci goluhu uu gacanta ugu taagay oo haldeeriya uu ku fadhiya wax cidahoo gaaru leyna ma jiro. waa awood goluhu iska leeyahay weeyaan, nalaan baa loo marayaa. marka goluhu damco ama daliil uu arko ama shaqa xumo uu arko ama karti darro socoto oo shaqadii aana fulina uu arko goluhu isagaa fadhiisanaya shiran caadi ahayn buu codsanayaa. dabadeedna maayirka warqadda loo geynaya hadduu saddex cisho gudahood ku qaban waayo faraysaabkaa loo gudbinayaa, shan cisho isaguna leeyahay sideeddaa cisho hadday ku qabsoomi weydo sharci tumashaday ka mid tahay. waa dariiq ka gedisan dariiqan la maray oo waxa sharci ah. hay-ad hanti dhowr baa timiday, xasaanad ka qaadid baa timiday, qabsi baa golaha loo soo gudbiyey, goluhuna xasaanadii uu ka qaaday. dariiqaasi waxaan u arag waa dariiq sax, waa dariiq sharci wey. haddii sharci darro idin ku shaqaynayso oo dee xafiisyada dawladda iyo cid waliba ay sharci darro ku fadhigayso dee la kala socon maayo wax macquulana maaha. dawladda waxaan leenahay
شرعي بوضع الدنيا ومضى ووحى لوخى الضمية لوخى الصعبة وكم من حوينها كياني وكم من حوين القحيان كياني وكهيدها الدستورية كياني هدي قاب كيس اللود دي وهي أولا كيف يا بنانا ينقطو سبب بن هلو مرا ينقطو وح معقول نقرأ يا ماها والسودان يا مضانا ماها وح لبوض السعين دورانا ماها وح لبوض السعين دورانا ماها أنا شقيه وحبها يا إنه حرارنا غير الشرعي أيام وارنا ما راح شرعي إن أي إذا دافع جيس كبر دي تاني تدوينا وحنا لا ما نبدأ نبدأ يحنا الله ينصر غرانك لكينا للدنيا شرق إقابة أخوك ربحينا الذي الدولة دايس هايستانا إد غير بورا ما اسمها هايستو حجرانا دو اسمها هايستان ما يك هوري هدنيا نو اسمها هايستانو شرق إقوم أخوك ربحينا وحي إنا بتجلية دا حمومينا إيا هكا إنا قدقا وحلا ينوصو رنيا إنا ينو إبن نبتجلية دا إنا ينو أتكايا إن وحاوي إلي حريرا ينكو إلا جوغ إنا هدي شرق إقال لفوري وانا تلقى عرهو يا بيك سوق حدونتو فايدة لو حقوق أبصره لكن وحلا يرى أنت إلى أنك أجاري تولدو أرنتا واجب كيدا حكا قبصته طريقة الصحة هي حراشة هم مريصو سنة أنا هوش يا بصر انت أسبان كسو كوبايا إذن كرا ميديا وحان الله وحي أمضى قدرة وحي أمضى قدرة walaalaha iyo siidaaya ina xiriirida haysta warabna xaga ida xiriir midka haysta nama ka u shaqaysan laakiin wixii uma dawdan siidaaya waxaan u tanahayna haba naga qaadino siidayni assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ugu horeeyay madaxweynaha maxamed ahmed maxamed siirayo iyo ku xigeenkiisa waxaan leenahay war hadda shaqadnaa loo garin madaxweynow wadan kuma kamid lahayn هذا من بلاد هاي هو قريني وبارو بيت أنا روش أشياء كنا نودي وارانو سومال لا يستافيا إلى هاي ما نقدر أما مش كا أنت لا نقدر جرات كيا نقدر وارها ما جوني هدي أخذنا هاي نكبو هدي أنا مخذنا هاي نو نو كبو لما دي ناس بس أصلا وحلاه هاي وارهي رجع إيه رجع عرفتين وين النجوم وقولي ما يدوكو وارحب الله هذا خبرنا ما أروني لم ملحوينه خير إيه اللي يبانه ملحوين أبنوتا وين أبنوتا أبنوتا ما قعب أبنوتا ولا هاي ولا نوب السلام إيه اللي خلقين كنا واروا حلا نعم وح أهود على النجوم توصي أنا ما لي هودي ما بقول شيء واروا ده أنا شديد هذا خبرنا نقفت حتى أنا لو خبرنا هذا نوقفت وحاولت يكلم والحال كان يقول انت انا بقول لك شيء عرف انت انا بقول لك شيء اروح يا رب ما قبل يا ديت تدوب ما خلي يستد انت حلو بص علي تدوب ما يستد دور ما راح حس 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 الى هي ممكن سم شيء ما كان والله ما خلى انا ما قلت حد لا ما خلى يا انا ما قلت والله كبحو يا فهد الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحد اسمها انه انا يقول له ونحن اسمها بيار خد ان شاء الله اسمها انه يا اخوة حين انا نقول يا ترى اللي تنضط لسرق لما تدوضيني ماشي كانت حقيقة يا إذا ينوك العدلات وإنها تدوضون قيمت العدد فريسية إنك أيوة تبديل هنتيبو يا قيمت العدد كنت أي بطل أنت أنا قلت من أطلع وقالت أنا قلت من أصع حوي شاعر ورقة النوغي مدهم في دور محكمة دكي مدهم حال العمد ما هو حنا نوى وضلا كمان هور تلك قدوا حجرة شيء جاية عدة في كهرت ما داشان صراحة يقول لأن
نن لغو إيدي هانتي وحناي وايد دك لغطة ما هم بدو دون دونيو دات بقى مكان إيو هلو صور دناغو دولو دهجو يعني هم مركي إنت أيوة يعني سيد ورقة ناو كيرن يعني ورقة حوا واحد قرا إميل دك لغطة مني هذا نتيب فلني فأنا نو هذا ولي بدن بالنورة ما ناكنا كرا فأنا هوا حوا لابدن هي إذو دي سوقوري ورقة يا مراكل كشنا نوغيب لابدن مكيرن كيكي مادين ما عاد دولدنا دي سريد بكا إنا إنت هاسيك على صار إنا شارعيهين هيدا حير على إنت إيو هانتر دوركو إنا شارعيهين يا إنا إنا أهين إنت أم بابسوك لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي شرعية واحد فلني وحياه ما قصوا أصلاً عذورة عذورة في الرحمن هديك هذا في الدنيا إيش الله قابور عذورة في الحصطة في الدنيا وين الله قط خمر راجيش في الدنيا وين الله قط خمر راجيش الله يعلم لورني نبض يعالي وحنا وهذا لا نبض يعالي وذكر صدق وين بنهرج ونقص ولا رأي وين ما نسوي كذي وين قصوا سرعة كل ما حنا يزحون ما نروح بشرية تقولين لي حجي نبيه الصبال لا بنكبر ما هتان هتان لا قبلين واحد دوك ماش حتى أما إذا أنا ورنين لا بد هي الله بيع على ياكم إن ترى أنا لا بد بيقول هذا هي الله صوش عن بين وشرع ما وافق سلوح هي عدة وحوش هي الله قبطه وهم بعد ذلك خلنا وضعه وضل الله شرع وخلاص تربينه أما لا أما لا بد هذا يد شرع ترى دولي كورب أما لا بد هي الله أما لا بد هي الله دس إنك هي ترسل شرع ما عدا لا أم بعد أم بمحوها أم بين نوع حلت هاي مستقبل إنه دورة ما هذا ضيع إنسان اللي جاي تعب هذا دول إنسان اللي جاي تعب صار على الأطلاق.